لليوم الثاني على التوالي يتواصل الإقبال على مقابر أسد في بريتوريا في جنوب إفريقيا لإلقاء نظرة أخيرة على جثمان زعيم الكفاح ضد التمييز العنصري الراحل نيلسون مانديلا. الجثمان الذي أعيد ليلا إلى المستشفى العسكري جاء به صباحا إلى الرئاسة بعد عبور الموكب شوارع بريتوريا في أجواء مهيبة أمام آلاف المواطنين المصطفين على جانبي الطريق. الضيوف الأجانب كانوا برفقة جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا أول من ألقى نظرة وداع هذا الصباح على الزعيم الراحل، بدءا برئيس الكوبي راؤول كاسترو الذي انحنى أمام جثمان مانديلا إلى رئيس الوزراء الماليزي الأسبق محاذير محمد بعد مصافحة نجل مانديلا وعدد من أفراد عائلته. ثم خورخي أرياتا نائب رئيس الفنزويلي مقدما التحية لمانديلا وفي يده سيف سيمون بوليفار رمز الدفاع عن المستضعفين في أمريكا الجنوبية. مانديلا الذي توفي الخميس الماضي عن عمر نهز 95 عاما سيوارى التراب في مسقط رأسه قرية كونو يوم الأحد.